المشكله في البروبلمز في الدرس الاولاني بتواجهكم ان انتوا مش قادرين تفرقوا امتى هو بيديني بيسال عن الماس وامتى بيسال عن الويت. لو بيسال عن الويت بيسالوا عن المون ولا عن الارض؟ طب لو ماس باخد القانون الاولاني كده بيقول لك ايه؟ الويت ايكوال ماس تايمز 10. هو مش عبيط عشان كل مره في الاسئله يديك الماس تقوم انت حاططها كده زي العيل الصغير تقول له if you know the mass of body equal 70 كيلو جرام تمام calculate الويت. فساعتها بقول له الويت equal الماس تايمز 10. الماس بكام؟ ب 70 تايمز 10 0 بنزلهم هنا 7. هحط الويت بكام؟ الويت 700 نيوتن. كده هو جايبها مباشره جدا ما فيهاش اي حاجه، بعوض بس جاست الرقم بتاع الماس هنا بعمل تايمز عادي. المشكله عندكم مش في كده، المشكله ان هو لما بيعكس انتوا مش بتعكسوا. يعني ايه؟ يعني انا قلت لو قلت دلوقتي if you know that the weight ما جبتش سيرة الماس if you know the weight is 700 نيوتن. مركز في المسألة يا جماعة، هو بيبتدي بمين؟ هو مبتدي بال 700 ايه؟ نيوتن. يعني هو حاططها هنا المرة دي، عايز المرة دي واحدة بره وواحدة جوه بعمل divided. فبقول له ساعتها الماس ايكوال الويت على 10. ده القانون الثاني. الويت بكام هنا؟ هو عطاها لي في المسألة given 700 over 10 equal 70. هي المسألة، بس أنا لازم أركز هو عاطيني إيه الأول. هنا كان عاطيني الماس، هنا كان عاطيني الويت. بعد كده هو في نوع المسائل اللي بيقولها لي لازم أعرف يا جماعة إن حجم الماس بتاعة الأرض الإيرث أكبر من المون 6 تايمز، فالمون أصغر. فلما أجي أقول المون قد إيه من الحجم أو الفوليوم أو الماس بتاع الإيرث بقول إيه؟ أصغر 6 تايمز. يعني أنا لو بقول الإيرث ماس قد إيه من المون؟ بقول له كبيرة 6 تايمز. طب لو هو ابتدى بكلمة المون ما ينفعش أقول له 6 برضه، أنا كده بلخبط الدنيا. فبقول المون 1 أوفر 6، 1 على 6 من حجم الأرض. 1 over 6 of the earth masses. فركزوا معايا، هو مبتدي بالصغيرة ولا مبتدي بالكبيرة بيسأل عليها الأول؟ earth moon. لا سوري earth mass. تمام. طيب أنا هعتبر دي بيتزا وهقسمها 6. القطعة دي كده ده حجم الإيه؟ الماس بتاع المون. ده 1 أدي 1 2 3 4 5 6 1 over 6 اللي هي دي. يبقى المون الماس بتاعته 1 over 6 of the earth. طب دي انا بستخدمها في المسائل ازاي؟ هو بقى بيجيبها لي كده في البروبلمز يقول لك ويت، يبتدي كده يقول لك الويت اوف ايرث، ما ابتداش بكلمه ماس خالص، هو كتب كلمه مين؟ ويت. ويت اوف ذا ايرث 600 نيوتن. كالكوليت الويت on moon. ده object كده تمام، object its weight on the earth 600 newton. calculate the weight on the moon. هو مش الارث دي اكبر من مون؟ اه. طب انا اعمل ايه؟ اكتب كده الويت، ده قانون، هو عايز الويت على الايه؟ على المون. اقول الويت on moon، اخد الكبيره اللي هو الويت on ايه؟ earth. ده القانون، ويت اون ايرث الاول عشان اجيب الويت اون ذا مون لازم اجيبه مصاحبته ويت اون ذا ايرث تايمز 1 اوفر 6 عشان المون 1 اوفر 6 من الارض. تمام. تبقى الويت اون ذا مون 600 تايمز 1 اوفر 6 هتطلع فيها 100 نيوتن. تعالوا نشوف كده بالماث بالماثماتيكال. ادي دي 100 100 100 100 100 100 دي كده
السامز بتاعتهم المجموع بتاعهم 600. لو عايزه 1 من 600 يعني 1 2 3 4 5 6 عايزه 1 منها تطلع كام؟ 100. مش معقوله كل مره في الامتحان هنعمل الحركه دي، فباخدها من القانون على طول، الويت اون ذا ايرث تايمز 1 اوفر 6.